ماتش زي ده فيه معركه في نص الملعب. خلينا نبقى واقعيين، اذا كان بين الاهلي او الزمالك، اي فرقه هتستحوذ على نص الملعب الموضوع بالنسبه لها هيبقى سهل. انت عندك النهارده هم الزمالك والاهلي وبيراميدز احسن نص ملعب موجود في مصر، في مصر مظبوط؟ تمام. طيب انت النهارده لو انت عاوز تكسب ماتش زي ده، سيبك بقى من الاستحواذ، مفيش حاجه في ماتش الاهلي والزمالك طول عمرنا مفيش حاجه اسمها استحواذ، وانت لعبت اهلي وزمالك كتير مفيش حاجه اسمها باص باص وبعدين مش عارف ايه واستحواذ وبعد كده ايه النتيجه الاهم، الكره تضيع منك تخش في الجول. انت النهارده لو عندك قوه وسرعه في نص الملعب وان انت بتقطع الكره صح وبتنقل من الحته الدفاعيه للحته الهجوميه في المساحات الفاضيه، هيقدر اي فرقه او هيقدر نادي الزمالك يقدر يهدف، لانك انت عندك سرعات في الحته الهجوميه بسم الله ما شاء الله تقدر تهدف في اي وقت. لكن لو انت قعدت بقى تستحوذ ولعبت الكوره من رجل لرجل وبعدين اتقطعت منك واتعملت هجمه مرتده والكلام ده، هتخسر الماتش كتير. وانت حصل في ماتش بتاع البوليس الكيني، لا البوليس الكيني قعدنا برضو نستحوذ شويه بتاع الكلام ده، وبعد ما جبنا جون بعد كده ما عرفناش نقطع، فبالتالي ضيعوا اربع تجوان مظبوط. انا النهارده انا شايف النهارده لا، عاوز تكسب ماتش الاهلي لازم تكون رجاله في نص الملعب بتقطع رقم واحد الكوره، وواحد عندك بصير زي عبد الله السعيد يقدر يوصل الحته الهجوميه، لان هم عندهم برضو نص ملعب محترم. بس هم مايلين في نص ملعبهم للدفاعي اكتر، يعني لو وجود مروان عطيه واكرم توفيق هيبقى هم تحس ايه مفيش غير امام عاشور لو لعب مختلف. ما هو بيعمل ايه بقى؟ ما هو بيعمل ايه؟ النهارده انا عندي ثلاثه بيجروا بيخبطوا، وعنده واحد لعيب بيرطش زي امام عاشور، ممكن ينقل ناحيه اليمين شويه، ممكن يجي من تحت شويه، ممكن يجي من ناحيه اليمين شويه، فبدوله براح بدل ما كنت لاعب قفشه وقفشه ما يدافعش. فانا عندي امام عاشور عنده الحته الهجوميه كويس قوي وبيدافع كويس، فبالتالي انا بدافع بكام؟ بثلاثه في نص الملعب مظبوط؟ لان ما عندوش الاطراف بترجع. فانا النهارده انا استحوذت على نص الملعب، فبالتالي النهارده انا لو لعبت دونجا مع ناصر ماهر مع عبد الله السعيد فانت نص الملعب بتاعك ضعف في الحته الدفاعيه، الحته الدفاعيه مظبوط. انت ممكن هتنقل الكوره بتاع الكلام ده، لكن هم عندهم حاجه حلوه قوي هي لازم تستردها بسرعه، يعني برافع. يعني قصه الاستحواذ دي طالما انت لعبت استحواذ يبقى ما ينفعش افقد الكوره، وحاطط مروان عطيه طب ونقول لك واضيف حاجه برضو عشان نقطع الكوره بسرعه، عشان الحته تقطع وعنده اطراف سرعه تحول سرعه يقدر يجيب، هو بيلعب دي وعنده راس حربه كسبك في نهايه الكاس كده على فكره، وعنده راس حربه من انصاف فرص بيجيب جول دلوقتي. طب هو عاوز ايه؟ طبعا. يعني انت النهارده ما شفناش محمد هاني بيطلع يعمل كروس ومش عارف ايه ومعندوش مش عارف مين، خلي بالك هو خسر كبير جدا، خسر كتير جدا ان معلول مصاب، مفتاح لعب مهم، فجاب لعيب كويس. فانت النهارده لعيب زي ده عطا الله ده لازم تلعب عليه، ما لازم زيزو يرجع معاه، ما طلعوش لان هو لعيب كويس جدا ومفتاح لعب زي انا في اعتقادي ان هو اللي لازم يرجع مع زيزو. في اعتقادي يعني هو هيقف رتم اللعب مختلف كويس، هو هيرجع لكن زيزو النهارده لو ساب له فرصه ان هو لان انت النهارده هو بيلعبوا اثنين ديفندر ابو العيال، انا النهارده مروان هم مايل ناحيه زيزو فخلاص وقفت زيزو والراجل الثاني هيلعب اثنين على واحد فاهمني؟ فبالتالي انا النهارده لازم اعرف مفاتيح اللعب بتاعت النادي الاهلي ايه والعب عليه.